الترجيع في الأذان أولى أم تركه؟ أحيانا وأحيانا الترجيع في الأذان بعد ما يقول الله أكبر الله أكبر يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا، يعني يقولها بصوت منخفض وبعد ذلك بصوت مرتفع. وردت في بعض السياق والسياق الأكثر بدونها.